مثلما كانت منتجات شركة قها جزءاً أساسياً على مائدة الطعام داخل كل بيت مصري، وضيف شرف على تاريخ السينما المصرية من أفلام الأبيض والأسود إلى الألوان، كانت الشركة الشهيرة مكوناً أساسياً ضمن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حالياً. إحنا جينا على مصانع قهوة أتشينا من 3 سنين، وقلت للدكتور علي اعملوا مصانع جديدة، مش كده؟ مش كده دكتور مصطفى؟ أيوة. طيب. وخلوا الانتاج بتاعها يبقى موجود عشان ده يقدر يحل ازمات معانا. ده مش فكر جديد يعني، ده فكره قديم خالص. لا خالص. لكن عشان يقدر يحل ازمات زي ما حضرتك ذكرت كده، على موضوع مثلا لو في سلع مش موجوده دلوقتي نتيجه يعني الزراعه والعروه بتاعتها مش متاحه، لكن لو ما هي موجوده مجمده او مبرده هتبقى متاحه في الاسواق. ويمثل تطوير شركه قها اهميه كبرى للدوله المصريه في ضوء نجاح الشركة مؤخراً في تحقيق رقم قياسي للمبيعات، بما يشير إلى إمكانية مضاعفة العوائد والأرباح، وذلك بعد فترات زمنية طويلة لم تشهد استغلال أصول الدولة بالشكل الأمثل. شركة قها بدأت سنة 1940 تحت مسمى المصنع المصري للأغذية، وفي خلال فترة الخمسينات والستينات تطورت الشركة وأصبحت شركة مساهمة، وتم إنشاء شركة إدفينا كمان سنة 1956، مصنع الطابية تم ضمه لشركة أهل الأغذية سنة 1965. في بداية التسعينات تحولت الشركة إلى شركة تابعة للقانون 203، شركات قطاع الأعمال العام. وخلال فترة التسعينات وحتى بداية الألفينات الشركة أصبحت شركة مساهمة مصرية، زائد أن الشركة في سنة 2020 تحولت إلى شركة مدمجة مع شركة إدفينا تحت مسمى شركة أها للأغذية المحفوظة. وسريعاً جاء التوجيه الرئاسي بضرورة بدء العمل لإنشاء مجمع صناعي جديد لشركتي قها وإدفينا على مساحة 126 فداناً بمدينة السادات، وبتكلفة تبلغ 20 مليار جنيه، وذلك كمرحلة ثالثة من مدينة سايلو فودز للصناعات الغذائية، والتي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحلتها الثانية في فبراير الماضي. احنا المصانع دي كانت قبل كده بتطلع انتاج، كانت بيجي في الازمات بتاعت مثلا بين العروات وبين الكلام ده، فالناس تبقى متدور على منتج تقدر تجيبه بسعر مناسب، مش كده؟ او حتى المرأة العاملة او كده تقدر تجيب بالمنتج ده وتستخدمه وتوفر وقت. وبعدين برضو تاني نتيجة إن الإدارة بتاعت الأمور ديت لسنوات طويلة تراجعت وانتهت، وانتوا كنتوا خلاص خلاص، فقلنا لا احنا نجيبهم تاني ونعمل مصانع جديدة جدا. وحتى لما قلنا الانتاج اللي انتوا كنتوا طرحينه انا قلت ضعفناه. انا بقول طب ليه؟ لان الكمية اللي كانت مطروحة وقتها كانت بتناسب مع عدد سكان غير اللي احنا فيه خالص وغير اللي احنا رايحينه. وبالمناسبه انت قلت عشان التصدير، وانا معاك، بس بعد ما ايه؟ بعد ما نلبي المطلب بتاع السوق المحلي بتاعنا، يعني بعد ما نخلص الناس بتوعنا. اي حاجه بنعملها الاول بنقول نلبي المطلب داخل الدوله، ثم لو في فرصه ان الكلام ده يطلع يتصدر نصدر. وفي أغسطس 2022 بدأ العمل الفعلي على أرض مدينة السادات لتشييد صرح صناعي عملاق يجمع شركتي قها وإدفينا بعد دمجهما في شركة واحدة لتستمر مسيرة الإنتاج. المدينة فندم بتتكون من 7 مصانع: مصنع الخضروات والفواكه المجمدة، مصنع البقوليات، مصنع الوجبات الجاهزة، مصنع العصائر والصلصة والمربى، ومصنع المركزات، بالإضافة لمصنع العبوات المعدنية الخاصة بتعبية كل المنتجات دي. وسايبين فندم منطقة من 120 فدان للتوسعات المستقبلية، بإضافة لمخازن مركزية حوالي 55,000 طن. وفي ظل نهج الدولة المصرية لضغط جدول التنفيذ بالنسبة لمختلف مشروعاتها القومية، حققت أعمال تشييد المجمع الصناعي لشركتي قها وإدفينا نسبا متقدمة على مستوى التنفيذ على أرض الواقع، رغم بدء الأعمال منذ عام واحد فقط. طبعا تم عرض مع حضرتك تطوير قهوة إدفينا، وتم عمل شركة جديدة بالشراكة مع الخدمة الوطنية
وخدنا 126 فدان من احسن المناطق بجنب سايلو فودز بنفس المنطقة في السادات، وجاري العمل تم الانتهاء من حوالي 40% من الأعمال الإنشائية، وتم وضع كراسة الشروط والمواصفات لخطوط الإنتاج، وإن شاء الله هيتم. يعني توقعي كان مفروض في 30/6 ده ننتهي، ولكن بنعتذر سيادتك إن يمكن 30/6/24 اللي نقدر ننتهي من مصانع قهوة إدفينا، بحيث يزيد القدرة الإنتاجية وزيادة التصدير. زي ما قلت 126 فدان هتتكلف بتكلفة مبدئية 20 مليار جنيه، وبالتالي تم جزء كبير، يعني تم دفع يعني المباني تقريبا أكتر من في مباني انتهت وفي مباني على 40%. وبالتوازي مع الإنشاءات الجارية للمجمع الصناعي الجديد لشركتي قهوة إدفينا، كانت الدولة تدفع باتجاه زيادة المعارض والمنافذ التي تعرض منتجات المصانع القائمة لشركة قها، بما يزيد من مبيعاتها ويتيح منتجاتها بشكل أكبر في الأسواق داخليا وخارجيا. احنا لسه جايين من أسبوع بالضبط من معرض في جنوب السودان تحت مسمى صنع في مصر، وكانت شركة أها وبعض الشركات التابعة للشركة القابضة مساهمة في المعرض ده في جنوب السودان لمدة أسبوع، والحقيقة كان إقبال رائع جدا من الإخوة السودانيين في جنوب السودان أو حتى المصريين المقيمين في جنوب السودان. الحقيقة كان إقبال كبير جدا، والناس فرحت جدا منتجات شركة أها، ومنتظر أن يكون في تعاون مثمر إن شاء الله في الفترة الجاية مع جنوب السودان. لأن الحقيقة مش عايز أقول لك أن كل البضائع اللي تم شحنها من هنا لجنوب السودان تم بيعها بالكامل. قها سمعة ممتدة تاريخيا وتطوير شامل حاليا، نستفيد من تاريخ إنتاجي طويل وثقة شعبية وطيدة لنعيد استغلال أصولنا وشركاتنا ومصانعنا بما يكفي حاجة شعبنا ويحقق الأمن الغذائي.